فيش كتير إنه تلاقي عنا كأنثى قاضية، كله إنه قضاء، إنه لازم تكون أنت اللي بتسمعي من جنسك، يعني إنه بإمكانك تحكي معها بأريحية. يعني عندي أحلام إنه أكون يعني قاضية. فاطمة يوسف مساعيد من قرية الجفتلك، عمري 21 سنة. طبعا تخرجت من جامعة القدس المفتوحة دراسات إسلامية أو إنه شريعة. أيام الامتحانات كنت أروح على الجامعة، بصحى تقريبا هون مع إنه مكان بعيد، بصحى تقريبا 6-5 وإشي في الشارع هون، إنه شارع معبد إنه بإمكانك تطلع عليه. هاي المنطقة بالمطر يعني بتكون منطقة تانية، يعني تتعبى صيني شو طبيعتي. يعني كنت يعني شو أستخدم مثلا إنه ألبس كيس بلاستيك عشان أضل مثلا نظيفة وأوصل جامعتي وأنا نظيفة. أيام كان في الحاجز، برضو حاجز الحمرة موجود، يعني أيام كنت أتأخر عن امتحاني، أوصل امتحاني مبلش، أو إنه مرة إنه وصلت إنه مدة الامتحان انتهت. برضو بتعرفي إنه هون برضو الإنترنت وهاي الأشياء ممنوعة، يعني إنه تستخدم شريحة إسرائيلية برضو، يعني إيش خط ثابت فش. برضو هاي صعوبة كأنه بالدراسة بتعرف كتير الحكايات لك عن جامعة القدس المفتوحة بتستخدم التعليم عن بعد، يعني الطالب لازم يدرس باستخدام الانترنت، يعني إشي عايشينه كل يوم، ما فيش معي وقت إني أنسى لأتذكر، يعني الإشي موجود يعني يوم يعني